هاي، ازيكم يا صحاب؟ انا اميره من برنامجكم سنابل نيوز مصر. 325 زائد 20 زائد 70 ناقص 80 على 2 يا ترى تطلع كام؟ انت لسه هتطلع الاله الحاسبه وتحسب. النهارده هنعرف ازاي نحسب بطريقه سهله وبسيطه، وده اللي هنشوفه النهارده مع بعض يا اصحابي من مركز اي ام اي. تابعونا. IMA هو برنامج IMA بنت المات، هو برنامج تدريب الأولاد وتنمية قدراتهم العقلية عن طريق استخدام الأرقام. هو الأول برنامج ماليزي دخل مصر من 2010، فقالوا دلوقتي في السوق هنا هو 8 سنين. مصر شاركت في خلال 3 مسابقات 2010 و2012 و2014، وفي 2017 الحمد لله خدنا المركز الأول على العالم. طب إيه هو البرنامج وبيشتغل على إيه؟ بنشتغل على سرعة الأطفال وإن إحنا ننمي قدراتهم العقلية عن طريق استخدام الأبكس وإيديهم الاثنين أو العداد. إيه هو العداد؟ هو الشكل اللي قدامنا ده، الأولاد بتيجي تتدرب عليه، بتاخد الرولز بتاعته إزاي بنشتغل عليه. البيتس دي كلها عبارة عن أرقام. طب إزاي أرقام؟ إحنا ممكن نبتدي نشوف دلوقتي، أنا لو طلعت ده كده بقى ده واحد، طيب لو طلعت عليها دي كمان بقى قدامي كام؟ اثنين. لو عملت عليهم دي كده بقت ثلاثة، لو كده هو بقت أربعة، كده دي لوحدها بقيمة خمسة. لو طلعت على الخمسة دي واحد بقت ستة، بعد كده بقت سبعة، تمانية، تسعة، فبقى ده كله على بعضي عندي رقم تسعة. طيب العشرة فين؟ العشرة هي عبارة عن ان الديجيت عندي بتزيد، بخش على ايدي الشمال فبقى الواحد وجنبيها زيرو بقت عشرة. وازاي بالكلام دوت اقدر قدام بعد كده ان انا اشتغل على الذاكره بتاعتهم من خلال حاجه عندنا برضو اسمها فلاش كارد، وهي عباره عن صور للارقام الموجوده على الابكس دي. ودي بتشتغل على انها تساعد الاولاد على التركيز وبتقوي المخيله بتاعتهم، بتخلي عندهم سرعه ملاحظه. اول لما دخلت الاي ام اي كان اي مساله بالنسبه لي انها سهله، ملتيبليكيشن، ديفيجن، ابكس، اي حاجه، فكنت بعملها بسهوله جدا. انا جيت هنا عشان انا قبل ما اخش حتى وانا في المدرسه كنت مش بعرف احسب الحاجات كويسه، كل شويه كنت مش بعمل كويس في الامتحانات. لما دخلت هنا بدات احسن، كنت بستخدم الابكس بس بعد كده مشيت ليفل، بقيت ان انا لما باخد المنتل بتخيل ان الابكس في دماغي وان باخده بسهوله جدا وبعمله على ايديا، مثلا بتخيل اليونتس والتينس والهندرد. فلما جيت انا بدات اعمل المنتل في المدرسه. عملياتك الحسابية ما بقتش صعبة خلاص. ده اللي احنا شفناه النهاردة وتعلمناه من خلال مركز IMA. كانت معكم أميرة من السنابل نيوز مصر. باي باي.